السلام عليكم. لبنى الغريب، ممثلة مدينة مراكش، متوجة بلقب ملكة جمال القفطان 2019. هذا الحفل كان اليوم بمناسبة التتويج ديالي. كنشكر جميع الحضور اللي جاوا يدعموني، وشكر خاص لإدارة مهرجان ميس كافطون 2019، وكنذكر بالأخص مدام ليلى اللي ثبت معنا واستفدنا منها بزاف. شكرا خاص لها وشكرا. مناسبة تتويج عارضة الأزياء لبنى الغريب، أنا كنت واجدة دابا في واحد الحفل ديالها اللي توجد فيه ملكة جمال قفطان 2019، وبهذه المناسبة عرضت واحد مجموعة ديال الأزياء تقليدية من التصميم ديالي أنايا، اللي فيها ربعة ديال الجلالب، كاين اللي مخدوم بخدمة المعلم والعقيق، كاين اللي بالرندة والطرز البلدي الرباطي بليد، وكاين اللي هي بالمخدمة المعلم والتنبات بالعقيق، وكاين اللي بجوهرة تايب بالعقيق، وكاين تاني لبسة مع قفطان تاني بلدي بالطرز البلدي والحجر من بتابي، والخياطة تايب بلدية بليد، كل شي بليد. كنشكر مدام ليلى وعزيز اللي هي تعطي هذه الفرصه باش عرضت الازياء ديالي، وكنشكر حتى ملكه الجمال وشكرا. المشاركه ديالي في مهرجان ميس كافطون 2019، وكنقدم الشكر ديالي لمدام ليلى وعزيز اللي مجرد على هذا المهرجان وعلى التعب اللي قامت به، شكرا. السلام عليكم. انا فرحانه اليوم بزاف بهذا الحفل اللي استقبلتنا فيه الاخت لبنى، وباسمي وباسم المشاركات اللي معايا كنبغي نشكرها على هذا الحفل اللي دعمتنا اللي عطات علينا ليه، وفرحانين بزاف وكنبارك ليها التتويج ان شاء الله، وكنتمنى لها مزيد من التالق والله يوفقها في حياتها ان شاء الله. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.